السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مراجعة الفصل 1 القوى والمجال الكهربائي للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. المسألة 16. وضعت ثلاث شحنات نقطية عند رؤوس مثلث كما في الشكل. كون عطانا شكل، إذن علينا ندرس الشكل جيدا قبل ما نبدأ بالحل. جد هذا الطلب. مقدار القوة الكهربائية، لاحظ وين حطيت، التي تؤثر على مين؟ على الشحنة. هذا القراءة بهالطريقة هاي بتبين لك شو النقاط الرئيسية اللي لازم تنتبه لها. نجي للشكل. عندي الشحنة Q1 موجبة و2 نانو كولوم، والشحنة Q2 مقدارة 2 نانو كولوم، والشحنة Q3 مقدارة 6 نانو كولوم. إذا المطلوب القوة المؤثرة على الشحنة Q3. هذه أول نقطة دراسة. ثاني نقطة، بما أنه الشحنات كلها موجبة، إذا علي أرسم متجهات القوى المؤثرة ب Q3. كم قوة تؤثر على Q3؟ قوتين فقط. لماذا؟ لأنها تقع في مجال شحنتين فقط، هي Q1 و Q2، ونوع القوة بينهما تنافر. فبرسم هذا متجه القوة F1-3، أي قوة تأثير الشحنة 1 على الشحنة 3، وهذا متجه القوة F2-3، أي قوة تأثير الشحنة 2 على الشحنة 3. إلنا ليش رسمناهم بهالاتجاه؟ لأن القوى تنافر. ليش رسمناهم عند الشحنة Q3؟ لأنه طلب مني القوى المؤثرة على الشحنة Q3 هنا، فبيكون رسمي على الشحنة Q3. طيب، هي رسمنا متجهات القوى، حنطبق قانون كولوم لحسابهم، لكن بنظر للشكل. R1 اللي هو بعد Q1 عن Q3 مش موجود، R2 اللي هو بعد Q2 عن Q3 أيضا مش موجود. كيف بدي أحسبه؟ بنظر للمثلث هذا، مثلث متساوي الضلعين. الزاوية هون 45 والزاوية هون 45، إذا بقدر بحسب الوتر R2. بنفس الطريقة هذا المثلث مشابه ومساوي للمثلث اللي ذكرناه سابقا، متساوي الضلعين، كل ضلع منهم 1 متر. إذا الزاوية هنا 45 والزاوية هنا 45، ومن نظرية فيثاغورس بقدر أحسب R1، يعني R1 وR2 متساويتين. إذا من هون ببدأ بقول R تساوي R1 تساوي R2 وتساوي الجذر التربيعي لها مربع الضلع الأول زائد مربع الضلع الثاني. أيضا بشوف أنه F1-3 وF2-3 متساويات. ليش متساويات؟ لأن R1 تساوي R2 وQ1 تساوي Q2، لذلك بكتب بهذا الشكل وبحسب مرة واحدة بدل ما أحسب مرتين، وإذا ما قدرت تستنتجها أحسبها مرتين. أي مقدار كل من القوتين. لحد هون ما خلصت المسألة. مين اللي بيدلني أنه المسألة لسه ما خلصت؟ الشكل. عندي قوتين متجهين بينهما زاوية، برجع للشكل. الزاوية ما بين هالمتجهين، الشكل بيقول لي أنه هي الزاوية 90، لأن الزاوية هنا هذه 45 وهذه 45 مجموع 90، إذن الزاوية هون 90. إذا لإيجاد محصلة متجهين متعامدين منطبق نظرية فيثاغورس اللي أخذتوها بصف 11، جمع المتجهات. طيب، القوة المحصلة تساوي الجذر التربيعي لمربع القوة الأولى زائد مربع القوة الثانية، وهذه هي المحصلة. الاتجاه باخده هون، أنا رسمت نقلت المتجه الأسود لرأس المتجه الأحمر مشان يكونوا المتجهين متتاليين، ورسمت المحصلة باللون الأزرق. كيف بدي أوجد الزاوية بين المحصلة والمتجه الأحمر؟ استخدمت شيفت التان ثيتا.
اللي بتساوي المقابل هذه هي سيتا تساوي 45. هذا بالحساب. أيضا فينا نتأكد منها من الرسم، هذه الزاوية 45 تقابل هذه بالرأس، إذن 45 و5، إذن حلنا صحيح. وفي أمان الله بتمنى أكون وصلت لكم فكرة حل المسألة، وبتمنى تحطوا لي لايك نوع من التشجيع. وفي أمان الله مشان استمر معكم.